كما أدانت رابطة علماء اليمن استمرار منع النظام السعودي للحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج رغم الاتفاقات على إجراءات تفويج الحجاج اليمنيين، مما تسبب في حرمان آلاف اليمنيين وصدهم عن أداء فريضة الحج هذا العام كما في العام الماضي، فضلا عن المعاناة المأساوية لليمنيين الراغبين في الحج والذين تجاهلوا تحذير وزارة الأوقاف من استغلال وإساءة النظام السعودي لهم في منفذ الوديعة ما أدى إلى وفاة البعض منهم. علماء اليمن اعتبروا ذلك صدا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه أو الباد، وجريمة عظيمة بحق المسلمين تضاف إلى جرائم آل سعود بحق الأمة من حيث إفراغ الحج من معناه واستغلاله لبث الفرقة وإشعال الفتنة بين أبناء الأمة واستباحة دمائها كما يحصل في خطبة عرفة وجرائمها بحق الأطفال والنساء في اليمن.